بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخوكم دكتور جميل خليفة. هنعمل عرض سريع كده لشهادة المحاسب المالي المحترف، المحاسب المالي المحترف اللي هي CBFA Certified Professional Financial Accountant. يعني احنا حريصين جدا في هنا في المركز ان احنا نعمل شهادات مهنيه على كل المستويات. فاول مستوى بنبدا بيه ان احنا نتكلم على المحاسب المالي حتى يتحول الى الاحتراف. فالشهاده دي بتبقى يعني جزء من هذا البرنامج اللي بيبدا بمحاسب محترف ثم رئيس حسابات ثم المدير المالي. طيب يبقى هنتكلم على السي بي اف اي اللي هي المحاسب المالي المحترف. هي عباره عن اربع وحدات، الاربع وحدات طبعا لغه الدراسه لغه انجليزيه، بس اللغه الانجليزيه هينا سهله كده لان اللغه الانجليزيه متعلقه بالجانب المهني او الجانب العلمي وليس الجانب اللغوي بشكل مباشر. طيب الشهاده طبعا بتدرس اربع وبتاخد بعدين بتعمل اكزام. الاكزام ده بناخد 50 سؤال في ساعه، كلها اسئله اختياريه بتتكلم على المفاهيم والمبادئ اللي انت درستها في الاربع وحدات. الاربع وحدات دي بتدرس فيها العمليات التجاريه اللي هي بتمارس في كل الشركات والمؤسسات زي عمليات البيع والشراء. فبنغطي كافه البنود اللي موجوده في عمليات البيع والشراء من خلال يعني عمل كده، يعني كنا بنتكلم على الانكم ستيتمنت قائمه الدخل، وبعدين الانكم ستيتمنت اول سيكشن فيها اول ديفيجن بيتكلم على المبيعات. فالمبيعات عايزين نحسب النت سيلز صافي المبيعات، فازاي تقدر تشتغل الجزئيه دي، انه لو في بيع نقدي هتعمل الكود ازاي، لو في بيع كريدت هتبيع ازاي، تسجل ازاي، لو في خصم تسجل ازاي، لو في مرتجعات، لو في مسموحات. والطرف الثاني في الموضوع اللي هي المشتريات بنفس الاليه، لو في انا عايز صافي المشتريات فلازم اعرف احسبها ازاي واعمل الكود بتاعه المشتريات. ما في شركه الا وفيها عمليات بيع وشراء، وبالتالي اليونت ده مهم جدا لممارسه العمليه المحاسبيه، وخاصه انها بتعتمد على الفاتوره البيع وعلى الايه المستندات اللازمه للتسجيل القيد. فالمحاسب يعني يهتم جدا بان هو يمارس العمل من خلال الدوره المفيده السهله السلسه البسيطه اللي بتعمل له نوع من الريفريشنج للمعلومات وازاي يتعامل معاها بشكل عملي. ايضا بنتكلم فيها في وحده اخرى بتتكلم على البنك ريكونسليشن اللي هي مطابقه البنك والكاش كنترول، الرقابه النقديه وازاي يعني يتابع الجانب ده بشكل مهم. ودي ايضا موجوده في كل الشركات والمؤسسات، تسند المهمه بتاعت مطابقه البنوك، وخاصه ان كل العمليات اللي دلوقتي بقت بتتم من خلال البنك، فبقت محتاجين ان احنا نتابع البنوك بشكل مستمر وبشكل منتظم للوقوف على صحه الارصده في البنوك ومتابعه ما تم في الحساب من تحصيلات ومن مدفوعات، وازاي نراقب الجانب الخاص بكل واحد فيهم، وايه الكلام على الجانب المحاسبي ومدى دور الحسابات في الرقابه على الكاش الان والكاش اوت وهكذا. وحده اخرى هنتكلم فيها عن المخزون، والمخزون في الشركات بند في غايه الاهميه ايضا، له تاثير كبير جدا في العمل المحاسبي على مستوى الشركات والمؤسسات، لانه وخاصه الشركات التجاريه، لان غالب الشركات لديها مخزون، والمخزون ده بيمثل بند كبير جدا من مكونات الاصول المتداوله. فبرضه المخزون مهم، لازم تعرف ازاي تقيم المخزون في نهايه كل فتره ماليه، ازاي تقدر تعمل تحسب تكلفه المخزون خلال العام صرف وطرق الصرف من المخازن، والكنترولنج عليه ومدى تاثيره ومدى الدقه فيه، ومدى ان انت اذا بترغب في عمل قوائم ماليه صحيحه ودقيقه لابد انك تركز على دقه رقم المخزون، لانه بيؤثر على تكلفه البضاعه المباعه، بيؤثر على صافي الداخل، بيؤثر على الأرباح المحتجزة، فبالتالي دوره في منتهى الخطورة أيضا، وهنناقشه جانب يعني تفصيلي ومهم. في وحدة تانية بتتكلم على الريسيفابل والبيابلز، يعني الريسيفابلز والبيابلز بتتكلم على المدينين والدائنين، ودول بندين في منتهى الأهمية أيضا في الشركات،
لانه نتيجه المبيعات الاجله فانت عندك ريسيفبل، ونتيجه المشتريات الاجله فانت عندك بيع، وكلاهما موجود في الشركات. ازاي نتعامل معاه؟ ازاي نقدر نحسب مخصص الدين مش مفصلها طرق حسابه؟ ازاي بنحسبه؟ لو كان نسبه مبيعات او ريسيفبل. والبيع نفس الكلام، ونتكلم على البيع سواء كان التريدنج منها والغير تريدنج، ايضا يونت رائع جدا ممتاز. بالحقيقة الشهادة شهادة يعني الماتيريال بتاعتها لذيذة، والمادة العلمية بتاعتها ممتعة وسهلة جدا وبسيطة، ولكن لها دور وأثر كبير جدا على الواقع العملي، بتخليك تقدر تمارس عملك وانت يعني عندك ثقة في نفسك أكبر. أتمنى من إن شاء الله إنه يعني نحاول نحصل على الشهادة، لأنها مش هتاخد وقت طويل منك، هتاخد وقت بسيط، لكن هتدي لك معلومات وأفق أوسع قد تحتاجها في الدورة اللي بعدها، تنقلك لدورة رئيس الشهادات، تنقلك لما بعدها. لو حتى فكرت تدرس اي شهاده زي السي ام اي، هتلاقي في معلومات انت هتاخدها في السي سي بي اي سي بي اف اي، موجوده ايضا في الشهادات الكبرى اللي انت ممكن تدرسها بعد كده. اتمنى لكم التوفيق والنجاح، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.